أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قبل الإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. عطف كل ذلك بحرف الفاء الذي يفيد الفورية، الذي يفيد الفورية. إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، يعني لا تركع قبله ولا تركع مساويا لركوعه ولا تركع بعده متأخرا عنه، وإنما تركع بعده مباشرة. هذا معنى إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا هو الائتمام حقيقة. الذي يرفع قبل الإمام أو يرفع مع الإمام أو يرفع بعد الإمام متأخرا عنه، هذا لم يحقق الائتمام، إنما يتحقق الائتمام بالعمل بموجب الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وضح صفة الائتمام، وضح صفة الائتمام، وهي أن تكون بعده مباشرة، لا قبله ولا معه ولا بعده متأخرا عنه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أحوال المصلين مع إمامهم أربعة، أحوال المصلين مع إمامهم أربعة. الحالة الأولى وهي أشنعها أن يرفع قبل الإمام فيها الوعيد، والثانية الموافقة مع الإمام مباشرة، والثالثة بعده مباشرة، ركع فاركع، وهذا هو المطلوب، والرابعة بعده لكن متأخرا. يعني هذه يمكن تلاحظونها خاصة في السجود، وخاصة في السجدة الأخيرة من الصلاة. الإمام يجلس في التشهد وبعض الناس إلى نصف التشهد وهو ساجد يدعو. الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن هذه الإطالة في الدعاء في السجود اشتغال بماذا؟ اشتغال بنفل، لكن على حساب ماذا؟ واجب، متابعة الإمام واجب، لا يقدم النفل على الواجب. إذا قال أنا أريد أدعو في سجودي، يقال إذا سلم الإمام صلي واسجد وطول في سجوده، لكن في الصلاة تابع الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا تجد هذا الذي يطول في سجوده وهو يصلي وراء الإمام، إذا قام يصلي النافلة صلىها بسرعة، دقيقتين تنتهي السنة، وفي الصلاة يترك متابعة الإمام، يقول أريد أن أدعو في السجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا وعيد بالمسخ، أن يمسخ وجه هذا الرجل إلى وجه حمار، هذا وعيد. الوعيد من شأنه التخويف والتحذير والإنذار، يعني أن هذا الصنيع صنيع شنيع موجب لهذه العقوبة، موجب لهذه العقوبة، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وتحديد رأس الحمار لأن من يعني أشد الحيوانات غباء، أشدها غباء، وليس هناك أشد من في الصلاة من غباء من يقوم قبل إمامه. ما فائدة اصطفافك خلفه؟ ما فائدة اصطفافك خلفه واتخاذك له إماما وأنت ترفع قبله؟
الحاصل أن هذا وعيد بالمسخ، وعيد بالمسخ أن يمسخ رأس هذا الرجل إلى رأس حمار، فهذا الوعيد يدل على أن هذا الصنيع من المعاصي العظيمة ومن الآثام الموجبة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم.